مرة أخرى برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة فريدة مختلفة جدا جدا، لأنها هتكون يعني كلامنا فيها هيمس كل إنسان، مش بس احنا بنتكلم بقى على واقع محلي او لا لا، احنا هنرتقي فوق كل الكلام اللي احنا اتكلمناه يمكن في كل اللقاءات، لان احنا هنتكلم عن انت كانسان، انا كانسانه، المجتمع كمجموعه من البشر عندهم حاجه اسمها انسانيه. كيف نرتقي بالانسانيه؟ ازاي ان احنا نعمق هذه العلاقات الانسانيه بيننا وبين بعض؟ علاقات إنسانية يعني معناها كلام في حاجات كتير جدا، تبدأ بالابتسامة وتمني الخير للغير وتنتهي بمشاريع عملاقة علشان نشوف غيرنا ينعم بحياة كريمة. حياة كريمة ده اسم مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن كان في من فكر في هذه المبادرة وفكر أيضا في هذا الحلم، وتلاقت الأحلام حتى بالفعل أصبح لدينا مبادرة حقيقية على أرض الواقع. إزاي هنعمل حياة كريمة؟ إزاي أقدر إن أنا مش بس بالتمني، مش بس بمجهودات فردية، لا ده احنا هنحشد كل طاقات المجتمع المدني علشان يكون في هذه المبادرة، مبادرة عميقة. مش بنتكلم عن صحة، مش بنتكلم عن إسكان، مش بنتكلم عن دعم بيحصل عليه الفقراء ومن بيهم عوز بهذا المجتمع، لا احنا بنتكلم على الكل. كلنا محتاجين هذه اللفتات الإنسانية، كلنا نحتاج لهذه الحياة الكريمة، أنا وإنت وضفتي، كلنا على اختلاف شاكلتنا وأوضاعنا في هذا المجتمع. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة اللي يعني مشرفانا في هذا الاستوديو النهارده، استاذه اميره همام المحاميه ومؤسس مبادره انسانيات. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك يا فندم. يعني الحقيقه مش قادره اوصف لك مدى روعه هذه التسميه لهذه المبادره، انسانيات دي حاجه عميقه قوي. ده احنا عشان نشرح اسم المبادره دي يا استاذه اميره انا محتاجه اسمع من حضرتك، ومش هعلق خالص علشان اسيب لك الوقت متاح تقولي كل اللي انت عايزاه، اتفضلي. والله هي كلمة إنسانيات في الأول جات لي نتيجة إن إحنا في فترة تقريبا وقعت مننا وسقطت، من إحنا ما بقاش في أي نوع من أنواع إن إحنا نسمى في أخلاق إنسانية عندنا، سواء بيننا ككبار وبيننا وفي الاطفال، وخاصه الاطفال ما بقاش في اي انسانيات خالص عندهم يعني. كمان لان الانسانيات دي مش كلمه انسانيات، هي الانسانيات بيندرج تحتها مبادئ والاخلاق والقيم والمحبه والتسامح، كل ما هو انساني اللي هو الانسان بيتخلق عليه على الفطره، ده اصبح معدوم. نعم. فلو هنتكلم على دي على كلام بقى نظري يعني، لكن احنا انا لما دشنت مبادره انسانيات كانت في 14/4/2018، كنت اقصد بيها ان انا عاوزه اتكلم عن كل ما هو انساني في الحياه من الناحيه الايجابيه. يعني احنا دلوقتي بقينا كل اللي بنتكلم فيه السلبيات، اي شيء سلبي بتلاقي الكل بيتكلم فيه وبينتشر اسرع. طب اكيد احنا عندنا حاجات ايجابيه نقدر نتكلم فيها طبعا، هتبث فينا روح الانسانيه من اول وجديد، أكيد. هتخلي عند الاطفال في قدوه، هتخلي عندنا احنا كبار نفسنا في قدوه، فهنلاقي ان في مبادئ بدات ترجع لينا. شيء طبيعي ان اي حد بيشوف اي حد بيعمل اي موقف ايجابي بيبتدي ان هو يبقى عاوز يعمل نفس الموقف ده. فدي هي دي الاساس المبادره اللي انا بتكلم عليها، اللي هي بس الروح الإيجابية في الشارع عن طريق أي موقف إنساني. يعني مثلا أقرب حاجة عيد الشرطة، مبادرة إنسانيات منظمة احتفالية لتكريم 25 ضابط عملوا مواقف إنسانية من 2015. نعم. أنتم مختارين 25 علشان ده تاريخ الاحتفال بالظبط. يعني في أكتر من حاجة هنعملها، حاجة موقف إنساني مش الشرطة بس. نعم. بس هي أقرب حاجة جت دلوقتي الشرطة. ليه؟ لان احنا شيء طبيعي في بعض فئات في الشرطه بتعمل مواقف سلبيه زي في اي مجال، في اي بس في مواقف انسانيه حلوه جدا لو دول هنلاقي ومحدش بيتكلم عليها.
ولو حد نزل عليها بينزل عليها خبر وخلاص. طب بالعكس دي هتعمل روح ايجابيه في الشارع وحاله انتماء، ان في اهو في ضابط بيعمل موقف انساني وموقف انساني حلو جدا. في حاجه بقى تانية الاحلى والاحلى طبعا بقى، السيد رئيس الجمهوريه قال ان احنا عاوزين نعمل مبادره بقى للحياه كريمه. طب ما هو احنا حياه كريمه دي هنعملها ازاي الا اذا المجتمع المدني اتحرك، لان حياه كريمه تيجي من المنظمه كنفسها كحكومه، دي مش هتبقى مش هتمثل في الشارع. اكتر فئه متواجده في الشارع هي ايه؟ المنظمات المدنيه. دي لو اشتغلت فعلا حضرتك هيبقى في تحول. طب انا بس هتوقف هنا. الموجوده في الشارع منظمات مدنيه ولكنها لا تنتج. بالظبط. يعني هي موجوده وبكثره ولكن مفيش محصول. بالزبط. مفيش نتاج للعملها. نعم. هنا بقى انتوا بقى فكرتوا في آلية لتطوير العمل. بالظبط. عن طريق ايه بقى؟ احنا دلوقتي حضرتك ايه اللي بيحصل في المجتمعات الايه او الجمعيات الخيريه او المجتمع المدني عامه؟ بيطلع ايه؟ بيطلع مساعدات ماديه ملهاش اي لازمه. انا من وجهه نظري حضرتك شخص محتاج، انا اديتك مره اتنين تلاته، خلاص الرابعه مره ما اديتكش، انت هتعمل ايه؟ في مثل بيقول لك ايه حضرتك؟ علمني كيف اصطاد السمكه ولا ما اعرفش، علمني كيف تعطيني سمكه. لا تعطيني سمكه ولكنك علمني كيف اصطاد. نعم. احنا هنعمل حاجه حلوه قوي في مبادره انسانيات. هندخل الاول بخمس حالات. الست المعيله. الست المعيله دي لو فكرنا ان احنا نعلمها تعمل مشروع بالمبلغ اللي كنا هنساعدها بيه شهريا، وده راس مال ليها، ده مش مسترد يعني، ده راس ده مالها هي بس. احنا مش هنديهولك تصرفي، انت هتعملي بيه مشروع، والمشروع ده هنسوقه لك، وهنتابع معاكي شهر واثنين وثلاثه، لقيناكي انك انت قادره تبقي قد المسؤوليه وتنمي مشروعك، هنزود لك راس المال ده. فبكده يبقى احنا كده ما عودناهاش انها تمد ايديها، بالعكس احنا علمناها تعيش حياه كريمه فعلا. هي اشتغلت وراس المال بدل ما تصرفه في اسبوع في شهر هي عملت بيه مكسب، وبقت محتفظه بنفس راس المال. فهي دي فكره كده، هي كسبانه كمان انها ارتقت انسانيا، بدل ما كانت كده حد بيمد ايده، ده اصبح كده حد من اليد العليا في المجتمع اللي بيدي المجتمع، يعني بيديله انتاج. بالظبط كده. نعم. فكده احنا 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 لازم المجتمع المدني يشتغل، بس يشتغل بطريقه متطوره شويه. يعني حكايه ان احنا نساعد الناس بفلوس دي انا شايفاها ان حاجه مش عمليه. دي مش هتفيدنا، هتفيد شهر اتنين تلاته مش هتفيد. لازم اخلي الانسان ان هو يحاول يجتهد، وابتدي ابتكر حاجات تخلي الانسان يقدر يدخل موارد، ويقدر ان هو ينمي من نفسه. فساعتها هو شيء طبيعي، هو هيرتقي انسانيا طبيعي. ما هو نتيجه احنا لما بنشتغل وبنحاول نعمل لنفسنا حياه، بنلاقي نفسنا بيحصل عندنا تطور انساني نتيجه تعاملاتنا مع بعض واحتكاكاتنا. لكن انا اقعد واقول ان ما فيش حاجه قادر اعملها، لا، دي بقى دي حاجه اللي احنا بنتكلم عليها انسانيا في الارض، على ارض الواقع. طيب هذه المبادرة أو هذا التحرك من رئيس الجمهورية لمجال يشبه يعني أو يمكن استيعاب أيضا كمان يعني مبادرتك، يعني اللي هي حياة كريمة، قلتي لا الله، طب ما هو ده في صلب شغلنا. طب تابعتي إزاي وهتشتغلي إزاي بعد كده علشان تلتحقي بهذا المبادرة؟ لأن ده هيفيد أكتر، يعني ده هيخليكي شغلك بدل ما كنت تتعبي عليه مثلا شهر اتنين تلاتة، لا ده هيوفر عليكي وقت وجهد، وهيخليكي توصلي فعليا لشرائح ممكن ما كنتش تقدري توصلي لها في المجتمع، مش كده؟ هي المبادرة هتسهل كتير جدا لكل المجتمع المدني، مش ليا انا بس. نعم. لان حضرتك لما بيكون في هدف معلن عنه، وخاصة انه معلن عنهم رئيس الجمهورية، ده بتلاقي ان الناس كلها بتحاول توصل ليه وبتحاول توصل للشيء ده. فحضرتك لما تبدأي تشتغلي في الموضوع ده هتلاقي مساعدات كتير من كل اللي حواليك. هتلاقي الموضوع بقى أسهل من جهات الحكومية، من الأحياء، هتلاقي نفسك انك انت بتقدري تشتغلي. نعم. الموضوع بقى أسهل ومفتوح أكتر من الأول. يعني غير انك انت لما تبدأي تعملي أي مبادرة أو شغل وما فيش إعلان عنه أو ما فيش حاجة مدعمة ليكي، بتلاقي فيها صعوبات شوية. طبعا.
طبعا. لكن دي بدعم طبعا رئيس الجمهورية، هو ادى خلاص إشارة بدء لكل المجتمع المدني هو يبتدي يشتغل. نعم. طيب أستاذة أميرة، بتقولي من يوم 14/4/2018 بدأت بالفعل هذه الحملة الكبيرة تحت هذا اللواء، ومن شهر 4 وإحنا دلوقتي في شهر يناير في سنة جديدة، ده كده يعني هنقول كم تقريبا، حوالي 8 شهور تقريبا. بالظبط 8 شهور. طب 8 شهور حصيلة العمل والتعب كانت إيه؟ كانت عاملة إزاي؟ والله وبعد هذا الإعلان لسيادة الرئيس تتوقع الأمور هتبقى عاملة إزاي؟ والله الفترة اللي فاتت دي أنا حصل تعاون بين أكثر من جهة في المجتمع المدني، طبعا مش هينفع اقول الاسامي، تعاون علشان يحصل جهات من مؤسسات المجتمع المدني شهيره معروفه يعني. لا والله مش شهيره. لا مش شهيره، بس هم عاملين شغل حلو قوي في الشارع. نعم. عندهم شغل على ارض الواقع كويس جدا. ومؤسسات رسميه، فانا حصل بيني وبينهم تعاون. وحصل اكتر من حدث في مستشفى ابو الريش، وفي اكتر من مكان دور ايتام. حصل ان احنا كمان نزلنا ادينا كورسات تنميه بشريه في اكتر من دار ايتام عشان الاطفال. كل طبعا الحاجات دي فري مجانا علشان الاطفال يحسوا بالانتماء للمجتمع. في كمان حاجة لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هم مش بيحبوا اسم ذوي الاحتياجات الخاصة على فكرة، ده اللي اكتشفتها. هم يعني بيصنفوهم ذوي الإعاقة علشان هو كل واحد عنده إعاقة مختلفة، يعني هم بيحبوا الاسم ده أكتر. مع إن أنا كنت فاكرة إن لا، الاسم ده بالنسبة لهم هم حاجة يعني هم مش حابينها. لا أنا كنت أتوقع كده بالظبط. لا اكتشفت إن هم أصلا هم مختلفين في الإعاقة بتاعتهم. فهو بيقول لك يعني إيه ذوي احتياجات خاصة؟ ما كلنا ذوي احتياجات خاصة، كلنا عندنا قدرات خاصة أصلا. باختلافنا يعني. ده عملنا لهم حاجة حلوة قوي، عملنا لهم أنشطة كتير جدا يحاول يحصل فيه اندماج بينهم وبين الأطفال العاديين. طلعنا كذا رحلة من مدرسة عادية لمدرسة ذوي احتياجات خاصة عشان يحصل اندماج، لأن الاندماج ده مهم جدا في المجتمع. سنة 2018 هي كانت سنة لذوي الهمم، يعني زي ما بالزبط. أعتقد ده يمكن يعني أنا التعبير بحب لائق. التعبير ده حلو قوي. نعم. وكان حاصل حاجة اسمها دمج، دمجهم في المجتمع، دمجهم في كل حاجة. لمست الدمج ده حقيقي ولا يحتاجوا لدمج أكتر؟ هو الدمج موجود، بس للأسف إحنا عندنا معتقدات خاطئة الأطفال بتخاف منهم. نتيجة ان احنا ما عندناش توعية كافية للأطفال ان الطفل ده عادي زيه زيك. هو عنده قدرات غيرك قدراتك، بس انت تقدر انت وهو تتعامل مع بعض. هي دي المشكلة الحقيقية. والحل اللي انا شايفاه ان هم لازم المدارس تفتح، لان المدارس قافلة ان الأطفال دي تدخل مدارس عادية. وانا كنت اتكلمت في موضوعك وقدمت طلب قبل كده لوزارة التربية والتعليم ان يبقى في حاجة اسمها شادو. شادو دي تيتشر شادو، بتبقى مدرسة قاعدة في الكلاس في الفصل يعني، وبيبقى لو في مثلا 5 أطفال عندهم ذوي احتياجات خاصة بتبقى قاعدة هي بتعلمهم ازاي يتعاملوا مع الأطفال التانية. علشان تقدر تتحكم في تصرفاتهم. نعم. فأنا شايفة أن لا، هو لازم الاندماج، بس الاندماج يكون تحت إشراف. ولازم يكون المدرسين كمان مدربين، لأن نتيجة أن المدرسين مش مدربين كارثة. هي دي ده اللي حصل. أن مفيش اندماج فعلي. والأطفال بتبقى فيه رهبة من بعض. طيب أنا شايفة برضو أن مبادرتك ومشيتها واسعة قوي أستاذة أميرة. يعني دلوقتي أدينا اتكلمنا عن فئات في المجتمع مهمة محتاجة دمج أكتر، أيضا فئات في المجتمع محتاجة تدريب علشان تتعامل بالزبط. فالأمر مش بس لمتلقي هذا الفعل الإنساني، ولكن أيضا كمان تدريب مين حيفعل الفعل الإنساني. وأعتقد أن أنا كمواطنة أنا هحتاج تدريب في الشقين، أن أنا أكون أعطي أنتج فعلا إنسانيا يعني يليق بالمجتمع بتاعي ويليق بي أنا كإنسانة، أن أنا أقدم ده، لأن اللي بيقدم دائما يعني الفعل لازم يليق بي أنا بالضبط. يعني وأيضا كمان أن أنا يعني أقدم إزاي وأستقبل إزاي، يعني أنا هتمرن في الاتجاهين. هي مسألة محتاجة تنظيم كبير جدا. بس أنا شايفة في الوقت الحالي أن مسألة الدمج مش هتحصل بالطريقة دي. لأن أنا روحت مدارس كتير جدا، كل المدارس يعني الأطفال ما بيرضوش يقبلوا الأطفال.
ليه؟ ما عندهمش حد متخصص ليهم. الأطفال بيبقى عندهم اختلافات كتير في الحركة، في طريقة الكلام، في الطفل العادي مش قابلها، نتيجة برضو في مشكلة كبيرة جدا، عدم التوعية عندنا. هو الطفل فاكر ان لا انا لو قربت منه هيحصل حاجة، فهو ده ما فيش، بالعكس خالص، هو طفل عادي جدا. بس هو المشكلة ان لازم يكون في حد مدرب ازاي يتعامل معاه ويخلي الطفل يتعامل مع الطفل العادي. بس فهي المشكلة في الاندماج، ان لازم يكون في حد مدرب جيدا في المدارس. نعم. المدارس بترفض استقبالهم، ودي نتيجة، دي مشكلة كبيرة جدا. في أطفال كتير مش عارفة تدخل مدارس نتيجة ان هم مش عارفين يدخلوا مدارس فين. يعني قابلت شكاوي كتير جدا بسبب الموضوع ده، ويفضل الطفل لغاية لما يبقى عنده 12 سنة و15 سنة بياخد أهله بيدوله دورات تعديل سلوك وتخاطب لكن هو مش في مدرسة، نتيجة ليه؟ إن مفيش مدرسة قادرة تقبله. نعم. ده طبعا أنا بتكلم عن المدارس الحكومية. المدارس الخاصة قايمين بفكرة الشادو في المدارس، ففي تيتشر شادو عندهم فبيقبلوا اصلا الاطفال، ما عندهمش مشاكل في معظم المدارس الخاصه. لكن المدارس الحكوميه منعا بات استقبال اي حد، تقول لك انا ما عنديش حد متخصص وما ينفعش اقبله. لا، امر طبعا في غايه الاهميه استاذه اميره. الاطار فيما هو متعلق بالانسانيات، احنا واحنا ماشيين في الشارع هي بنواجه سلوكيات لا علاقه لها بالانسانيات. دي حاجه تانية خالص، احنا دي بقى لو دخلنا فيها دي ما انا بقول لحضرتك القماشه واسعه قوي جدا. فيعني هناك تصرفات لا اخلاقيه، لا انسانيه، لا ادميه. بالظبط. هل ده برضو مندرج تحت يعني تحت هذه المبادره؟ هل بتسعي برضو لآلية لضبط سلوك الناس في المجتمع؟ يعني بالظبط كنت اتكلمت قبل كده ان ده نتيجة حاجتين. نتيجة الدراما. صح. الدراما طبعًا. كارثة. طبعًا. الأطفال بيحفظوا وبيلقنوا من بدون وعي. نعم. ألفاظ. وتصرفات وأفعال مش ما ينفعش أطفالنا يعملوها، يعني ما ينفعش خالص. دي حاجة. تاني حاجة بقى الأكبر من كده، الكارثة اللي أكبر من كده، بقى عندنا في مصر نسبة كبيرة جدا من الست المعيلة. الست المعيلة دي بتخرج تشتغل وسايبة أطفالها لا إما للشارع، لا إما للنادي، لا إما للسوشيال ميديا. طبعا حسب اختلاف درجات فئة المجتمع يعني. فيبقى كده احنا بنخلي الجيل ده اللي بيربيه لا اما الشارع، لا اما النادي، لا اما السوشيال ميديا. نتيجه ان الست دلوقتي بقت معيله، هي المعيل الاساسي في معظم البيوت للبيت. ومع اختفاء دور الاب، سواء بقى كانت مطلقه ارمله، سواء ما كان في ممكن تكون مش مطلقه وارمله وجوزها يعني ملوش اي دور خالص. فعلا صحيح. بالظبط. فدي بقى دي مشكله الاكبر. بلاقي اطفال كتير جدا سلوكياتهم يعني مش عاوزه تعديل. لا، دي هي اصلا يعني هم ما يعرفوش يعني ايه اصلا انسانيات اصلا. صحيح. خالص بقى بكل ما يندرج احلال وتجديد. بالظبط. ليه؟ لاختفاء دور الام. واختفاء دور الام نتيجه ان هي بقت هي المعيله، هي اللي شايله، هي المسؤوليه، هي بقت ربه الاسره. فدي مشكله كبيره جدا. دي برضو لازم يكون فيها نظره، بس طبعا دي مشكله كبيره لو هنحاول نحلها، دي عاوزه منظومه تحلها. بس دي نتيجه برضو تفكك الاسري. طب حاولتي تجزئي هذه المبادره لاطار زمني ننجز بس في هذا الجزء، وبعد كده نبلور الانسانيات مثلا بعد اطار زمني معين لشيء اخر لشيء اخر، مش عارف. هو الاهداف اللي انا حطيتها في 2019، ايوه، ان اول حاجه تكريم كل الشخصيات طبعا حسب ايه، يعني مثلا في عيد الشرطه هنكرم الشرطه، في عيد الام هنكرم الامهات اللي بتعمل مواقف انسانيه مع اطفالها، مواقف انسانيه في العمل، مواقف يعني هنكرم. هنمشي على السيستم ده في 2019. هنعمل في المدارس دورات توعيه سلوكيه في ان ازاي الطفل يتعامل بطريقه مهذبه، وازاي يبقى يقدر يبقى في طريقه كلامه احترام للاخر. نعم. هنعمل حاجه كمان اللي هي حياه كريمه بقى طبعا عشان نجاري طبعا المبادره الجميله اللي طبعا يشرف اي حد ان هو يمشي على خطاها. اللي هي هنحاول ان احنا نخلي شيء بديل للمرأة المعيلة ان هي تشتغل وهي في بيتها من غير ما تخرج عشان تقدر تربي اولادها. اللي هنعمل مشاريع داخل البيت. الست تعمل مشروع داخل بيتها ونقدر نساعدها في تسويقه.
برأس مال من عندنا، ورأس المال ده ليها يعني احنا، هي مش دين عليها، بس هي صرفته بقى وما حافظتش تحافظ عليه، مش هنقدر نكمل معاها. قدرت تحافظ عليه وتطوره وتنميه، هتلاقي طبعا دعم كامل من المبادرة، لان هي تكمل وهنزود لها كمان رأس المال بتاعها، وعلشان ان هي تقدر تشتغل في نفس الوقت وتدخل دخل وما تحتاجش لحد، وفي نفس الوقت ان هي تبقى في وسط ولادها. يبقى احنا كده عملنا ان احنا عملنا لها دخل ثابت، وفي نفس الوقت قدرنا ان هي تربي ولادها تربية انسانية كويسة في البيت. طب ده حاجة هايلة جدا. طب استاذة اميرة، حضرتك محامية، يعني عندك اطلاع على كل القوانين، شايفة القوانين اللي بتمس الحياة الإنسانية عندنا في مصر محتاجة إضافة؟ شايفة مفيش قوانين، مفيش قوانين إنسانية أصلا يعني احنا لو هنتكلم بقى على الشق الإنساني اللي هو الأحوال الشخصية. نعم ماشي. الأحوال الشخصية كلها معتمدة، فأنا سيدة بس هو الأحوال الشخصية كلها مكحفة للرجل. ماشي، مجحفة للرجل، للرجل مش للمرأة. لا، واحنا بالنادي بان لا نتكلم يعني، لا احنا هنتكلم جد بقى. خلاص بقى. يعني قانون الرؤية انا ضده بتاتا. نعم. ما ينفعش اتنين انفصلوا ندي الرؤية للست وما نديهاش للراجل. هي حاضنة علشان هي الطفل في الفترة دي محتاج لها، لكن الرؤية هو من حق الطفل ان هو يشوف ابوه، ومن حقه ان هو يشوف وقت كافي، لكن ساعتين ثلاثة في الاسبوع ده ما ينفعش. احنا كده بنطلع جيل مش سوي خالص، وكده بقى فقدنا انسانيتنا خالص حقيقي. عندنا مشكله رهيبه كمان بين الرجل والست اول ما بيحصل انفصال. مساوئ الدنيا كلها في الاب الام بتقولها، ومساوئ الدنيا كلها في الاب الام بتقولها. فاحنا مع عدم كمان رؤيه الاب للاطفال بيحصل ان في اطفال بتطلع غير اسوياء وعندهم امراض نفسيه. فاحنا كده بنطلع جيل ما فيهوش انسانيات اصلا، ما فيهوش انسانيه بالمره. بالظبط. نعم. عندنا النفقه. النفقه تعتبر ان حضرتك ما فيش يعني، هو بياخد احكام وبيضطر ان الرجل يفضل يتهرب من الاحكام ويحصل فيه مشاكل. وفي الاخر اصلا الحكم بالنفقه بيبقى بكام؟ ملوش اي لازمه. يعني ملوش بس هو كل الحكايه ان هي القوانين انا شايفاها ان قانون الاحوال الشخصيه في مصر لازم يتعدل، ولازم يبقى في انسانيه شويه للرجل وللست، عشان المضرور في الاخر الاطفال. مش ده جزء كبير ايضا كمان من الانسانيات. بالزبط. ولكن على ما اعتقد ممكن يكون جزء لاحق من كبير. انا ما يعني هو ده احنا بنتكلم في انسانيات عامه بقى. نعم. لكن دي حاجه طبعا، دي حاجه ثانيه خالص، دي محتاجه بقى مجلس شعب وتشريعات وحاجات يعني. واتمنى ان مبادره حضرتك دي تتوسع اكتر، بحيث انها توصل تبقى مطروحه امام يعني اللجان المختلفه في مجلس الشعب، وتناقشي كل اللي نفسك فيه في هذا الامر. عارفه نفسك في حاجات كتير قوي. اتمنى طبعا طبعا يعني طبعا. نفسي طبعا ان الناس كلها ترجع ليها انسانيتها اللي فقدت. استاذه اميره، قلت لي حاجه مهمه، قلت ان انا نفسي يكون البيت منتج، وان سيده طبعا البيت تشتغل مهم بس جدا. من بيتها مهم جدا، ما تنزلش، مهم جدا، تهان انوثتها وتهان كرامتها في شغل بره البيت، وبالتالي يكون هناك دور مغفل جوه البيت اللي هم الولاد. لو بتتابعي حضرتك قناتنا، واحنا قناه زراعيه طبعا بالدرجه الاولى، وعملنا نماذج لمشاريع ممكن انها تتعمل في البيت، بطاريات مثلا الارانب، زراعه اسطح مثلا، في مشاريع بتدخل دخل كويس قوي، هي ده اللي احنا هنسعى ليه. فاحنا ممكن نتعاون مع حضرتك ونديكي يعني، حتى نتعاون مع كل ضيوفنا اللي جم وقالوا ازاي يبقى البيت المصري منتج وبيكسب لمجرد ان هو ممكن، ومن غير خروج ربة الاسرة وترك الاطفال وحدوث مشكلة اكبر. نعم، اسمحي لنا ان احنا نكون متعاونين معاكي. ده شرف ليا كجزء اعلامي، واعلامي تنموي ايضا كمان. ده شرف. فاعتقد ان ده دور احنا الحقيقه طبعا احنا نتشرف ان احنا نقوم بيه، ونكون ضلع من احد اضلاع هذه المبادره الانسانيه باسم انسانيات. ده شرف ليا الحقيقه والله. والله انا بتمنى لك كل الخير، وبتمنى ان كل مجهود انت بتقومي بيه وكل اعضاء هذه المبادره انه يوصل بالفعل، ويوصل بوجه كبير قوي. اتمنى ذلك. يعني يا رب ان شاء الله، إن شاء لانك هدفك خير، وانتوا كلكم مليانين خير،
فبنتمنى وجودكم كتير. يعني انا اتمنى هذه المبادره توصل لاصداء اكبر بكتير من اللي حضرتك بتطمحي ليه ايضا. يا ريت، اتمنى طبعا انها توصل. يا رب ان شاء الله، ويبقى ليها شغل على ارض الواقع وشغل مفيد ومميز كمان. يا رب ان شاء الله. استاذه اميره همام المحاميه ومؤسس مبادره انسانيات، اشكرك شكرا جزيلا، فيك الخير ودمتي دائما فيك الخير لكل أبناء وطنك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شرفت بحضرتك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام بشكركم شكرا جزيلا، وبقول لكم إن شاء الله نلتقي بكم على رأس الأسبوع القادم، وتصبحوا على خير.